ايه الغلط اللي كانت هتعمله لو قعدت وتستتت وتجوزت وحضرت القداس كل يوم؟ فما كانش هما النور مش واصل للكل، هو ما يعرفش، هو يعرف ان كم السلبيات والقلة بتتكسر، يعرف ان في مادة لاصقة بتلزق الجرة. وهل الهدف لصق الكسر طريقة التعامل في المديونية وعشان أطلع من السجن، ولا الموضوع في البنى؟ إيه البنى؟ إيه اللي يتحط جوه الجرة دي؟ إيه اللي يتبني وأساساته؟ مقاييس البنى اللي قالها نوح فينها؟ أنت بتكلم عنها الجرة وما تتكسر وما تتكسرش، ودم يسوع هيتلزق وترجع زي الجرة الطينية زي الأول، رجعت القلة زي الأول. عصفورة، عيش عصافير. بص العصافير، مش شوف العصفورة بقى، بص العصافير، سرب العصافير ده، بصينا سرب العصافير، خلاص العمر انتهى وهتدخل في دمعتين في عينك. ويسوع فين اللي اتبنى؟ اتبنى؟ مرة ايه اتبنى دي؟ عمر بضيع، عمر يا بضيع. كل جسدي واشرب دمي، فين اللي اتبنى؟ يثبت فيا وانا فيه، فين اللي اتبنى؟ 30 سنة المسيح بيعمل ايه؟ ليه ما قدمش ذبيحة؟ مين باعترافه؟ كان بينمو، كان صبي ينمو، فين فإذا في شروط نمو؟ أنمو إزاي؟ لما أموت والدفن فين الموت؟ هم فهموا الأطفال دول إن هم بذرة اعتزلوا من وسطهم، فأكبر أخرجهم الروح البرية زي ما أخرج المسيح، طلبوا يخرجهم، أخرجهم، ادفنوا، فاختاروا ما يعيشوش بالجسد، اختاروا يعيشوا ليه، اختاروا هو الكرمة الحقيقية، اصنعوا هذا الذكر، فهموا ان ده لذكره علشان يعيشوها فيشبعوا منه لما يدفنوا ويموتوا كحياة. في شبع بقى هيبتدي حقيقي، حياة، حياة الشبع، يسلكوا بالروح. لما يسلكوا بالروح مش في أرض مصر، هم عند فرعون يعبدوا، ما احنا بيعبدوا، الناس بتعبد فرعون وفي أرض فرعون وبيعتقدوا أن ده الله، والمن جاي لهم، المن في البرية، لا المن هينزل لنا، ما ينفعش، القصة بتأكد. وفي بنا قعد 100 سنة، لا ما هو هو بنالنا كل حاجة، هو بنى خلاص. إذا رهيب بعرف بناء مركب، مفيش بناء مركب، مفيش حاجة، مفيش حاجة بتتبني أصلا عشان وضع يضع أساس، مفيش، الفكرة مش موجودة. أساس إيه؟ أن كنت أنا العصافير كلت نفوخي بخطية وعدم خطر، والكهنوت أنت مصدق أن داي العصافير كلها في الجرة تتكسر، وعن طريق الشخص ده هيدخلك السماء، إذن اجعله إلهك. والكلمة اللي يقولها هو اجعله إلهك والسماء بتاعي، إلهك والسماء هدفك، مش العرس. فكرة إن يتبني المسيح بجهادي دي دي ما توجدتش أصلا، يعني أنا مفروض أبنيه طول ما أنا مدفون وميت وبموت، هو بيتبني، مش موجودة. ده ألف ليلة وليلة، دي في ألف ليلة وليلة، في قصص ألف ليلة وليلة،
هم هربوا، فهموا الفكرة إن الله عطاهم حياة يختاروا يعيشوا نفسهم ولا بالجسد ولا يعيشوا له، فعشان يعيشوا له إذا الشرط يثبتوا له من البداية، ما يبصوش للشجرة، ما يطعوش ذاتهم، ويبدأ هو بقى يتولد فيهم طول ما هما أثبتوا له إنهم ماتوا عن الحياة دي، ماتوا عن الجسد، ماتوا، فيبتدي هو ينمو ينمو ينمو، ما لهاش علاقة بخطيئة ولا عدم خطيئة. دي حياة المسيح 30 سنة، كان الصبي ينمو في القمر، نمو بشروط، أخرج الروح نمو بشروط، ما لهاش علاقة بخطيئة ولا عدم خطيئة. عمره ما راح لكاهن وقدم ذبيحة ولا ولا، كان بيروح للهيكل، ماشي راح للهيكل، كان بيعمل إيه 30 سنة؟ كان بين بس ينمو ويتقدم في الحكمة والقمر، بس أعمل خطيئة هيسامحك ماشي، بس ده مش طريق. ده هم خلوه كل الطريق والإنجيل والحياة والسماء والآخرة غفران، لغي السلبيات صار كل شيء، كل البناء، لغي السلبيات صار كل البناء، لغي السلبيات كل البناء المركب تتشال زي السلبيات بتاعتي. الإنجيل كله، الإنجيل كله في نقطة واحدة، إزاي تتشال السلبيات والخطيئة عن طريق أبونا. الإنجيل كله، الإنجيل كله في نقطة واحدة، إزاي تتشال السلبيات والخطيئة عن طريق أبونا. مرار، مش موت وهلاك، لا ده مرار. ربنا يفتكرنا في آدم يوم ما خلق ربنا كان حر زي غصن، اللي مطلق الحرية يختار الكيان اللي يبقى فيه، خلقه علشان يحيا ويتحرك يوجد بيه، بس كان لازم يمتحنه الامتحان اللي قبل ما يبتدي الطريق، اللي هو مين إلهه، يختار مين إلهه اللي هيطيعه، ومين مصدر حياته، مصدر شبعه. فما كانش محتاج قبل ما يتخلق لوسيط، قبل ما يخطي، في يوم ما اتخلق، في يوم ما اتخلق قبل ما يبتدي يستعبد لجسده وذاته، في يوم ما اتخلق ما كانش محتاج وسيط، ما كانش محتاج ختان، ما كانش محتاج يتقطع حاجة في جسمه عشان ينزل دم، عشان يفكره، وهي دي الفكرة، ان في حاجة فيه لازم تموت وبقى مستعبد، والله كان حكيم، يبقى الختان في جزء معين يفكره بأنه مستعبد زي الحية بلعته والحية مش قادر يتحكم فيها. كان في حكمة الله بعد كده يكون الـ فكرة الجسد والدم والعنب والعصير أنه يبتدي يبقى جزء منه، يبقى شبعه، الله يبقى شبعه. آدم في البداية ما كانش محتاج ده كله، ما كانش محتاج حاجة تفكره، لأنه بالفعل ما كانش مستعبد، وما كانش محتاج حاجة تفكره بالشبع. لو هو بدأ فعلا يكون علاقة بالله، ممكن يكون محتاج لفكرة الترتيب القداس يفكره، أنه بيقول له أنا خبز الحياة، كان ممكن يكون محتاج يقول له شايف عصير العنب، شايف العنب، أنا عايزك كده، كان ممكن يكون محتاج يصنع هذا الذكر يذكره. لكن هو من البداية
حكمة الله كان يمتحنه يختار إيه ما اختارهوش. ما كانش محتاج وسيط يفكره، ما كانش محتاج أي حاجة. لكن إحنا عشان من كتر استعبدنا تحت خطية ونزلنا تحت عبودية جسد وذات، ومن كتر تركيزنا في الهلع بتاعنا من روحش الجحيم، صار ده الهدف والواحد الوحيد. وموقعة الصليب والمسيح في الصليب والقداس، وأهم حاجة من يأكل جسدي ويشرب دمي، من يأكل جسدي ويشرب دمي، ضاع الهدف اللي هو البناء. البناء اللي بدأ بيه ويورينا الفلك، نبني الفلك، نبني المسيح نفسه بفنائنا احنا. كل الهدف بقي ما نروحش الجحيم. فين البناء؟ ضاع البناء، ضاع كل شيء. فجهاد المسيح كإنسان ما كانش من أجل غفران خطية. النموذج اللي وراه لنا المسيح ما كانش بيسعى يروح للهيكل يقدم ذبيحة عشان كل يوم تتغفر خطية، لا، كان نموذج لبناء، كان نموذج في نمو، كان بينمو في القامة والحكمة، كان بينمو مش انشغال كامل في ازاي يتحرر من الخطية والإناء الخزفي لما يتكسر ما كافش سيرة. ضاع البناء، ضاع كل شيء. فجهاد المسيح كإنسان ما كانش من أجل غفران خطية. النموذج اللي وراه لنا المسيح ما كانش بيسعى يروح للهيكل يقدم ذبيحة عشان كل يوم تتغفر خطية، لا، كان نموذج لبناء، كان نموذج في نمو، كان بينمو في القامة والحكمة، كان بينمو مش انشغال كامل في ازاي يتحرر من الخطية والإناء الخزفي لما يتكسر ما كافش سيرة. ضاع البناء، ضاع كل شيء. فجهاد المسيح كإنسان ما كانش من أجل غفران خطية. النموذج اللي وراه لنا المسيح ما كانش بيسعى يروح للهيكل يقدم ذبيحة عشان كل يوم تتغفر خطية، لا، كان نموذج لبناء، كان نموذج في نمو، كان بينمو في القامة والحكمة، كان بينمو مش انشغال كامل في ازاي يتحرر من الخطية والإناء الخزفي لما يتكسر ما كافش سيرة. لما يتكسر إيه؟ خلاص، ما هو معروفة، ما اعترفنا بخطايانا وبأي طريقة، لكن مش الهدف. أنا خلقني الله عشان أعمل قداس. التعليم اللي وصل لنا إن هو ده الهدف، وعند الصليب خلقني علشان عند الصليب يأكد لي يغفر خطيتي. ما يغفر خطية، فين البنى؟ فين الهدف؟ فين الطريق اللي بدايته باب وما قبل الباب؟ فين؟ ضاع، ضاع. لأن لو الهدف غفران خطية كان كل القديسين قعدوا في بيتهم، ما كانش المسيح يخرج الروح للبرية عشان يبقى مثال لينا، يخرجنا الروح للبرية وكل واحد يطلب من الله يختار البرية بتاعته. هو ده الطريق بس، يخرجنا الروح للبرية، هو ده الطريق بس. إزاي ننمو في القامة والحكمة؟ إزاي ننمو؟ إزاي يتبني؟ مبنيين على أساس الرسل الأنبياء، يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فيه كل البناء. مش عايشين علشان الإناء الخزفي لما يتكسر إزاي يتصلح وبعد ما تصلح. ده السؤال اللي سألته وأنا لسه كنت عايل، قلت لابونا لو طلعت أنا في الصحراء خلاص الخطية هتتنسي بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة، أعمل إيه؟ والقديسين طلعوا يعملوا إيه؟
قال لي كانوا برضو بيحضروا قداس. قلت له برضو ده هو الموضوع كله ولا دي حاجة جانبية حاجة فرعية؟ ما جاوبنيش. يعني هو طلعوا ليه؟ وأصلا الإنسان الله خلق آدم ليه؟ كل اللي فاهمه من سنة وإن ده الخطية وإزاي المادة اللي تلزق المادة إزاي تتلغي السلبيات. أيوة فين البنى؟ جهاد 30 سنة للسيد المسيح بيجاهد ليه؟ دم يسوع يطهر الجهاد احنا ضيعنا كل شيء، احنا ضيعنا كل شيء، مش عارفين الفرق بين البناء، البناء الحقيقي وتصليح الخطأ، لغي السلبيات تصليح الخطأ. من كتر ما العالم خلاص بقي الشر هو والخطية هي السائدة، فبقي بالكاد عايزين الله وسيلة، وكل شغلنا الشاغل ازاي ما نروحش الجحيم. الحكمة تقول أركز في آدم يوم ما اتخلق، الله عايزني أبني، وكان عايزه هو يبني بناء، يبني بناء معين، بناء روحي. الاهتمام مفروض يكون مش بالإناء الخزف التراب لما بيتكسر ولما بيتوسخ، ازاي ما نروحش النار. فهو كان عايزني أبني واشبع، فيما أنا ببني بشبع بشبع وانمو، ينمو هو فيا، مش انشغل طول حياتي ازاي تتصلح الجره وتتلغي السلبيات. عشان كده جه المسيح بنفسه يورينا الصوره والبناء الروحي بإنكار الإنسان لذاته باستمرار وقيادته، إنقياده لروح الله علشان يتبني المسيح نفسه. وإن كان القداس يغفر خطيتي، لكن مش هو البناء نفسه، ما كانوش هربوا للصحراء كل يوم، كان ممكن يقعدوا في بيوتهم تتغفر خطيتهم بأي قداس، لكن الأمر ما كانش يستدعي المسيح نفسه يخرجوا الروح للبرية وهم نفسهم يتكتب عنهم تائهين في البراري والكفار. مش عشان يحضروا القداس، القداس ممكن يتعمل في القصور بتاعتهم ومع أهليهم، وكانوا يتجوزوا ويتستتوا ويخلفوا، لكن هم فهموا ان في هدف خلق آدم من أجله، ان هو يتبني بناء روح اللي هو المسيح بشروط. كل ما بيتركوا العالم ويرفضوا الشبع الجسدي والبناء الجسدي وان يخضعوا تحت الزمن ويخضعوا لذاتهم يخضعوا لجسدهم يخضعوا للعالم ينقضوا منه، زي البذرة اتدفنت يبتدي يتولد المسيح وينمو ينمو. فيما هم بيغلطوا يشوف لهم الطريقة تتغفر خطيتهم ازاي، بس ده مش بناء. غفران الخطية لغي السلبيات ملوش اي علاقة بالبناء. مهم طبعا، والشمعة والصورة كله مهم، لكن فين البناء؟ ضاع الهدف اللي خلق الله الانسان من اجله، ضاعت الحقيقة. وكتير قوي كنت بسألهم لما كانوا بيكلموا، يعني هل عارف انت فين؟ هل بنيت؟ هل عارف اللي بنيته؟ هل عارف اللي باقي من الأمور السلبية اللي لسه ما فنتش؟ هل اكتملت الصورة عندك وكل واحد عارف ايه اللي اكتمل، ايه اللي اتبنى وفضل قد ايه؟ احنا بنعبد لسه ما زلنا الله في تلك الأرض عند أرض فرعون، عاش مسيحيين كتير وماتوا في أرض مصر، أرض العبودية، أرض فرعون، وتعملت كنائس في أرض مصر في أرض العبودية. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إليا الجبار وإليشع ودانيال وأهل نينوى احتاجوا الكاهن وسيط أو نبي معلم. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إليا ولا إليشع ولا دانيال ولا التلت فتية ولا حتى الناس اللي كانوا في خطية أهل نينوى احتاجوا وسيط حتى يعلمهم أو نبي أو ذبيحة. عاش مسيحيين كتير وماتوا في أرض مصر، أرض العبودية، أرض فرعون، وتعملت كنائس في أرض مصر في أرض العبودية. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إليا الجبار وإليشع ودانيال وأهل نينوى احتاجوا الكاهن وسيط أو نبي معلم. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إليا ولا إليشع ولا دانيال ولا التلت فتية ولا حتى الناس اللي كانوا في خطية أهل نينوى احتاجوا وسيط حتى يعلمهم أو نبي أو ذبيحة.
عاش مسيحيين كتير وماتوا في أرض مصر، أرض العبودية، أرض فرعون، وتعملت كنائس في أرض مصر في أرض العبودية. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إيليا الجبار وإليشع ودانيال وأهل نينوى احتاجوا الكاهن وسيط أو نبي معلم. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إيليا ولا إليشع ولا دانيال ولا التلت فتية ولا حتى الناس اللي كانوا في خطية أهل نينوى احتاجوا وسيط حتى يعلمهم أو نبي أو ذبيحة. ممكن يكون قال لنوح يقدم ذبيحة لكن ما قالش لأخنوخ، ممكن ما قالش الأهل نينوى اللي كانوا في الشر اللي كان بالأولى محتاجين حيوان يتذبح قدامهم، لأن الأمر علاقة روحية علمها الله لناس زي ماريا المصرية وأفادوكسية وبلاجيا واللي اتكتب عنهم تائهين في البراري. بناء روحي، الموضوع كله بناء روحي. ما كانوش محتاجين، ما بعتش حتى ليهم لا أنبياء ولا حتى نفكر مين علم دانيال، مين علم أهل نينوى، مين علم التلات فتية الصيام، مين علم أهل نينوى يصوم الحيوانات. نفهم أن التعليم زي ما المسيح قال تعليمي ليس لي بل من الذي أرسلني. سيصير الجميع متعلمين من الله. اللي وصلوا للقمة في التاريخ كله يوحنا المعمدان كان بينمو ويتقاب الروح. نشوف المواقف في الكتاب المقدس، نشوف إمتى بدأ يرسل أول وسيط اللي هو هارون اللي هو عمل الشيطان، عرى الناس ومحدش واقف عند الحتة دي. لأن طالما واحد زي نوح، طالما واحد زي أخنوخ سمع صوت الله يبعت له ليه وسيط؟ نفكر احنا حفظنا من أول ما اتولدنا، حفظنا في وسيط، مش نشوف ايه السبب. لو قبل آدم يطيع الله وقبل بقي واحد زي ما في غلطية ثلاثة بيقول أما الوسيط لا يكون لواحد، عندما يصير الوعد من جانب واحد مش محتاج له وسيط خلاص. ايه الفكرة؟ ايه الهدف؟ ايه البنى؟ ضيعنا عمرنا في ازاي الجرة المكسورة محتاجة تتصلح ودم يسوع ومن يأكل جسدي ويشرب دمي. الصورة مش واضحة، البناء مش واضح، محتاجان وسيط. وصار الوسيط هو الكلمة اللي يقولها، كلمة هو صفة، ونلغي كل بقي هو الطريق، وهو ده البناء، وهو ده الحياة، وده الملكوت، وده الإنجيل، كتاب المقدس كله. ما فيش عذر ان واحد ما فهمش، ما فيش عذر ان ما تبناش، ما تحققش الهدف، ما فيش عذر لأي حاجة، ما فيش عذر الإنسان ما فهمش الفرق بين تصليح الشيء اللي تقصر عن طريق غفران الخطية والبناء نفسه، بناء المسيح بشروط علمها لي ربنا بنفسه. لو أخرجني الروح، لو طلبت قيادة الله الروح بفنائي زي البذرة إلا تقع حبة الحنطة، ده آخر كلام المسيح قاله في يوحنا 12، لا يمكن أن تأتي بثمر بل ستبقى وحدها. تبقى وحدها في مصر، ناس يبعت لها من، ناس هيعبدوا الرب في تلك الأرض. خدعة فرعون سادت على الأغلبية المسيحيين، اعبدوا الرب في تلك الأرض، في أرض فرعون، وإحنا بنعبد فرعون وقدور اللحم، بنعبد بطننا وبنعبد جسدنا. آدم منجحش من ما قبل البداية، امتحان ما قبل البداية، في باب وفي طريق، والأسئلة اللي محدش جاوبها لي إيه طريق وإيه الباب. لما قبل ما امشي الطريق في باب، في باب، الباب هو حط فيه قدامه قدام آدم الباب العبور، الامتحان اللي يشوف بيه يطيعه ولا لا. بعد كده صلاة إيه وكلام إيه وترديد إيه ومكان إيه الفكرة خلاص هو رفض يعبد الله. كل واحد يمتحن نفسه الامتحان اللي هو يعبر بيه الباب الأول يشوف هل بيعبد الله. ما فيش إنسان يقدر يعبد سيدين، لسه بتعبد بطنه، لسه بيحط مش عارف ايه 10 حاجات على الاكل علشان، لسه بيجامل، لسه بيشوف اللي يرضي الناس. ان كنت بعض ارضي الناس لسه احنا ما دخلناش من الباب. مسيحيين كتير عاشت ماتت ما دخلتش من الباب، سقطت في الامتحان بتاع ادم. مسيحيين عاشوا وماتت ما عبرتش حتى امتحان ادم، فيمشي طريق ايه؟ طريق ايه؟ وسيط. انت محتاج وسيط ايه وانت اصلا ما دخلتش من الباب؟ محتاج وسيط يساعدك في غفران الخطية. يعني انت ما دخلتش انت اصلا الله مش بتعبده، لان فيش انسان يعبد سيدين. انت بتعبد مراتك وانت بتعبدي جوزك واكلك وبطنك والناس والمجتمع وي عبوديات، ما دخلناش من الباب. كل المنة هيعمل لنا ايه؟
احنا ما دخلناش من الباب، مسيحيين كتير عاشت ما دخلتش من الباب، سقطت في الامتحان بتاع آدم. مسيحيين عاشوا وماتت ما عبرتش حتى امتحان آدم، فيمشي طريق ايه؟ طريق ايه؟ وسيط. انت محتاج وسيط ايه وانت اصلا ما دخلتش من الباب؟ محتاج وسيط يساعدك في غفران الخطية. يعني انت ما دخلتش انت اصلا الله مش بتعبده، لان مفيش انسان يعبد سيدين، انت بتعبد مراتك وانت بتعبدي جوزك واكلك وبطنك والناس والمجتمع وي 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 عبوديات، ما دخلناش من الباب. كل المنة هيعمل لنا ايه؟ احنا ما دخلناش من الباب، مسيحيين كتير عاشت ما دخلتش من الباب، سقطت في الامتحان بتاع آدم. مسيحيين عاشوا وماتت ما عبرتش حتى امتحان آدم، فيمشي طريق ايه؟ طريق ايه؟ وسيط. انت محتاج وسيط ايه وانت اصلا ما دخلتش من الباب؟ محتاج وسيط يساعدك في غفران الخطية. يعني انت ما دخلتش انت اصلا الله مش بتعبده، لان مفيش انسان يعبد سيدين، انت بتعبد مراتك وانت بتعبدي جوزك واكلك وبطنك والناس والمجتمع وي 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 عبوديات، ما دخلناش من الباب. كل المنة هيعمل لنا ايه؟ والقداس بيشيل بس الناحية النفسية، الخوف. ضمنين ما نروحش النار. فين البنى؟ فين الهدف اللي الله خلقنا من أجله؟ مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. فين؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوب، وأنتم متأسسون ومتأصلون. فين الأساس وفين فين الأصل حتى تستطيعوا أن تدركوا ما هو العرض؟ فين العرض والطول والعمق والعلو؟ وأنا عشت حياتي كلها بصلح في الجرة، تركيزي في الجرة، الإناء الخزفي الترابي اتكسر وتصلح، اتكسر وتصلح، أضمن بس ما روحش الجحيم. لكن بنا علاقة بالله، نمو علاقة بالله، المسيح نما في بفنائي أنا بعيد كل البعد. الكتاب المقدس كله ستفتح الأصفار ودينا كل واحد مما هو مكتوب، كل واحد هيتسأل عشت إيه من تكوين وخروج ولوين وعدد وتسنية ويشو، فهمت؟ طب ما طلبتش، انشغلت، ما انشغلتش، وما لهاش تفتعمل إيه؟ خايف بس ما تروحش الجحيم؟ طبعا كل واحد لمطلق الحرية يختار الإله والبناء أو الفكرة أو الحياة أو الملكوت اللي هو عايزه. كل واحد يختار الملكوت، يختار الإله، يختار الوطن، يختار الأرض، يختار الأبدية اللي هو بكامل أرادته ربنا مديله يختار. فإحنا عشنا حياة سنين طويلة وناس كتير عاشت وماتت ما سألتش بالتحديد الهدف اللي الله خلق آدم عشانه، وما سألتش بالتحديد الخطية دخلت إزاي، ما سألتش بالتحديد شكل آدم بقي إيه، ما سألتش بالتحديد ليه الله أمر في العهد القديم تدبح حيوانات ويدبح حتى في جسمي، ما سألتش بالتحديد ليه جه السيد المسيح غير النظام وانزل في مية، المية هتعمل لي إيه قبل ما انزل وبعد ما اطلع، إيه اللي هيحصل وأنا فاعل ولا مفعول به. ناس كتير عاشت وماتت وإحنا ما زلنا عايشين، ما سألتش بالتحديد إيه فكرة الله، فين الهدف وكل شيء بيعمل إيه، أتجوز بيعمل إيه في البناء أو الهدف الصورة النهائية، أتعمد أجي أحضر الدرس إيه اللي بيحصل في البناء، وأتابع وأشوف بعد 10 20 30 40 سنة كنت إيه وبقيت إيه في كل ترتيب، في كل سر، في كل طقس، في كل عمل، بقرأ الإنجيل، بدخل أصلي بأي طريقة، إيه اللي زاد وإيه اللي اتغير، مين اللي طلب من ربنا يعرف إيه اللي اتغير، مين اللي طلب من ربنا يعرف آدم كان الصورة بتاعته إيه، الهدف خلقه ليه، كان المفروض يبقى إيه، ليه الامتحان بالشكل ده، ليه ما قلتلوش أعبدني، طب صلي لي، ليه كان الامتحان تاكل من تفاحة ما تاكلش. فإحنا مش فاهمين، حفظنا خلاص، حفظنا حاجة وارتبطت بينا فبنحارب من أجلها، عايشين نحارب من أجل حاجة بنعملها إحنا بذاتنا وبجسدنا وبفكرنا. ناس كتير طبعا، مش كل الناس، في ناس فاهمة وفي ناس قديسين، لكن ناس كتيرة عاشت وماتت بتدافع عن شيء كانت بتمارسه وكرست حياتها وتطلع كتب علشان تحارب
عن شيء كانت بتمارسه. ما سمعناش واحد كاثوليكي بيحارب عن نظام في كنيسة إنجيلية، وما سمعناش واحد في كنيسة إنجيلية بيحارب عن نظام في كنيسة أرثوذكسية. كل واحد بيحارب عن حاجة هو بنفسه بذاته بيعملها، يعني هو بيحارب عن ذاته. ما طلبناش من ربنا نعرف أول مرة يجيب وسيط كان إيه الهدف يعني، وما سألناش طب أول وسيط عرى الشعب عشان عايز يفكرنا ربنا. أحنا السبب، أحنا السبب. الفكرة والفهم ده مش واصل لنا. أنتوا طلبتوا حاجة، أيوة ربنا بعت موسى أيوة عشان يكلمهم على الله، بس هما ما طلبوش يفهموا، فما في معشوش الفهم، معشوش النور الحق. شافوا ضربات وشافوا حاجات، ما طلبوش من ربنا يعرفوا فكره بالتحديد، ايه هدفه بالتحديد بعد كل الضربات دي. كل اللي فكروا فيه ان اللي بيكلمهم على الله موسى اختفى، نطلب من الشخص التاني يعمل حيوان. فاحنا السبب، احنا ما فكرناش ان احنا السبب. المشكلة مش في هارون. لو كل واحد قبل يطيع الله من البداية، قبل يطلب من الله يفهم الهدف فيطيع الله زي أخ نوح وزي نوح جايب لنا الناس دي ليه، وإبراهيم، لو كل واحد كان عنده إيمان وكان عنده طاعة وكان عنده تواضع زي إبراهيم وأخ نوح ونوح، ما كانش محتاج حد يجي يبقى وسيط بيني وبين الله. دي مش محتاجة تشغيل مخ. فإيه دخل الوسيط؟ غلطية 3 بيقول أما الوسيط فلا يكون لواحد، والترجمة التفسيرية يعني عندما يصير الوعد من جانب واحد لا لزوم لوسيط. يعني لو تحقق الهدف فعلا ان احنا نبقى اعضاء في جسمه زي اللي قالهن في يوحنا 17 او في افسس 3 و4، ان احنا نبقى اعضاء في جسمه وبنتحرك ونحيا ونوجد وزي ما المسيح اخرج الروح للبرية، فايه دور الوسيط؟ فلازم أعرف كل شيء، مفروض كل واحد يعرف كل شيء ويطلب من الله يعرف كل شيء. دي أبدية، دي حياة ملهاش نهاية. أنا مش ضامن حتى لما أروح ليوحنا المعمدان، مش أبونا، مش ضامن، ممكن ما فهمش منه. نحن لا نقلل من يوحنا المعمدان أو أبونا فلان أو أخنه، ممكن أكون مش فاهم من إلي النبي، ممكن ما كنتش قدرت أستنبط من يوحنا عدن أو من العذراء بالضبط الهدف، ممكن ما يقدرش عندوش القدرة ليفتح ذهني. فعلا العمل عمل روحي، فالغلطة في الشخص نفسه. كل واحد كان مفروض يطلب من الله خالقه يسأله يفتح ذهنه، خلقه ليه، وكل شيء بعمله أنا فاعله ولا مفعول به، في صلاة ولا مفيش صلاة، بإيجابية ولا مفيش إيجابية، في ترتيب مفيش ترتيب، في قداس، مفروض يطلب من الله يقول له هو إيه الحكاية، وكل عمل أنا بعمله يا رب غير فيا إيه. ولو أنا مش فاعل، إيه لازمته وأنا طفل بيقولوا عمله فيا، خرموا وداني، قطعوا في جسمي، نزلوني في مية، دهنوني مفروض يطلب من ربنا يقول له ايه اللي حصل فيا، كنت ايه وبقيت ايه، ابقى مفعول به. فين في الانجيل؟ افتح لي ذهني يا رب، فين في الانجيل ده ابديتي انا؟ واي حاجه لا تبني البنى اللي انت خلقني من اجله نبهني ليه يا رب. وأي ترتيب مفروض أطلب من ربنا أقول له طيب أي مكان بروحه، قداس ولا اتجوزت ولا بقيت شماس ولا اخترت أبقى خادم ولا أي حاجة، بيساعدني في إيه؟ في البناء وفي الهدف. أطلب كل واحد يطلب من الله، ما حدش يعرف يجاوب الأسئلة دي، أنا سألته ما حدش جاوبني. يا رب أنا بقيت شماس، يا رب أنا اتجوزت، يا رب أنا خدمت، يا رب نزلت في مية، يا رب طلعت، يا رب ولعت الشمع، يا رب ما ولعتش، ولعت مفخرة ما ولع. أقول له بناني في ايه، وريني مؤشر، وريني هيكلي الروحي غير فيا في ايه.
بيساعدني ده في ايه؟ باجي احضر مفعول به واحد من قدام في القداس كاهن بيصلي، انا ايه اللي حصل لي وايه اللي اتغير فيا؟ طب انت طلعت البريه، مفروض اطلع البريه يا رب. ايه اللي ننشغل بيه غير اكتر من الابديه؟ ايه اللي ننشغل بيه؟ قال وقلنا، ما هو قال وقلنا برضه هينتهوا بعد سنين، كله هيتلاشى. ستنصهر عناصر الارض، كلمه الله بتقول كله هيتلاشى، كله هيرجع تراب. الحكمه تقول، اقول له يا رب انا طلعت لقيت هارون بيعمل كده، ما ايوه انت اخترت هارون، لقيت بطرس بيعمل كده، ما بطرس بيه راي، امال اللي كاتب لنا ربنا كده ليه؟ لقيت يهوذا ماسك صندوق، لقيت بولس الرسول بيعمل كده، لقيت اخنوخ، لقيت صمويل النبي بيعمل كده، لقيت نوح بيبني فلك، انا مفروض اعمل ايه؟ انت قدت نوح عشان يبني الفلك، طب ما قدني انا. واي حاجه يا رب بعملها، اتجوزت ما اتجوزتش، بيت شمس، وريني، ده مفروض يبقى شغل الشاغل، بناني في ايه؟ ولو انا مفعول به قاعد بتفرج، هل ده بيبنيني في حاجه يا رب؟ هل بيبني في الروح اللي فيه اللي انت عملته فيا؟ ولو انا قررت كل عمل كل يوم يا رب احضر قداس ما احضرش، اقعد اعرف ايه اللي اتغير فيا، هل فعلا في صله وتغيير وملء وشبع وتحرر وفي بنى انت بتتغير، انت بتتبني يا رب؟ فيما انا متجوز مش متجوز، فيما انا راهب مش راهب، فيما انا بخدم، وريني في يقين، اديني اليقين الترتيب او العمل فاعل او مفعول به اتعمل فيا او انا عملته، وريني ساعدني في ايه؟ في بناء الهيكل اللي انت طلبت منه اني طلبت مني انا يتبني. احسب لي حساب النفقه يا رب، لان ما فيش حد هيساعدني في حساب النفقه. قال يا رب انا مش عارف، والدليل انا مش حاسس، انا ماشي ولا مش ماشي، انا مش عارف بجاهد قياد قانوني في الكتاب بيقول ولا ما جاهدش، ان متنا معه انا مش عارف انا مت ولا ما متش، وهل دي استعاره مكنيه ولا مجرد تشبيه ولا مجرد بس احساس؟ إن صرنا متحدين بشبه، هل أنا متحد بشبه؟ نشترك شركة ألامك، هل يا رب أنا مشترك شركة ألامك؟ أو كم من نقائص، هل أنا بكمل نقائصك؟ يعني أنا مش عارف، أنت مكتوب عنك تتنمو في القمر، ومكتوب عنك كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، معناها أن أنت مش محتاج تنمو، إذن أنت بتوريني. طيب هل أنا بنمو في كل حاجة بعملها يا رب؟ وريني وأكد لي، هل أنا بنمو؟ وريني نميت في قد إيه؟ مين اللي مشغول بكده؟ لم تجاهدوا بعد حد الدم، ايه الدم ده يا رب؟ تأهين قلته المفروض اتوه انا، ولا زي ما قالوا لي لا مجموعه من الناس تدعى عليهم او ما دعاش، ولا كل واحد مفروض يقول له يا رب انت خلقتني ليه؟ كل يوم انت، انا بسألك انت خلقتني الهدف، هل انا بحقق الهدف ده؟ كل يوم لازم انا مفروض اكون بمشي يا رب وبنمو، هل انا بمشي كل يوم وببني؟ ولو انسان معتقد واثق قوي، طب ما يزود ايقانه من يكون في يقين زي ما القديس بولس بيقول. وهل انا ماشي يا رب بقيادتك، بقياده روحك انت ولا لا؟ ان كان الناس مش عارفه هي دخلت من الباب من البدايه ولا ما دخلتش، هعرف ازاي بقى انا بنيت ولا لا، ولا وصلت لفين، ولا فاضل قد ايه؟ ان كان الناس مش عارفه هي دخلت من الباب من البدايه ولا ما دخلتش، هعرف ازاي بقى انا بنيت ولا لا، ولا وصلت لفين، ولا فاضل قد ايه؟ ده السؤال الوحيد، ده الموضوع الوحيد اللي كان مفروض يشغل كل انسان، ده الموضوع الوحيد اللي هي الله خلقني ليه؟ وهل كانت كل حياتي زمان بلغي السلبيات ولا كنت ببني؟ هل كنت مستني هارون يزقني على السماء ويدخلني عشان اضمن مروحش الجحيم ولا في بنى؟ هل كانت كل حياتي ازاي اصلح الجره واضمن؟ اهم حاجه نبقى مستعدين، ده اول اب اعترافي يقول
مستعدين يعني من غير خطية. هل الله خلقني؟ كل واحد يسأل نفسه ويسأل الله، هل يا رب أنت خلقني علشان أضمن ما يبقاش فيه ولا سلبيات؟ وهل كانت حياتي فعلا شغل الشاغل والعمل كله منصب على لغي السلبيات، ولا كنت ببني؟ ولو كنت ببني يا رب، إيه اللي اتبنى وفاضل قد إيه من البناء؟ ولو كنت ببني يا رب، إيه اللي اتبنى وفاضل قد إيه من البناء؟ مين اللي فاهم كده، أو مين اللي بيعلم كده ورعاة الأرض؟ وبرضه مش عذر ومش محتاجين كان حد يقول لنا كده، كان كل ما واحد مفروض يقرأ الإنجيل، فتشوا الكتب. لأنه تظنون أنكم فيها حياة أبدية، فتشوا الكتب. فتح ذهنهم ليفهم، قالوا يا رب أنا معايا الكتاب بس ما افتح ذهني. نوح وأخنوخ وإليه الناس دي هيدينون أهل نينوى، ما بعت لهمش الله حتى كاهن. لو الكهنوت أو الوسيط، هو الوسيط هدف؟ لو الوسيط هو حتى وسيلة مهمة، ما عملش الوسيلة دي، ما بعتش الوسيلة دي ليه لأهل نينوى؟ نقول يا رب أنت قلت سيدين هذا الجيل أهل نينوى، إذن في موضوع مهم جدا عايز تشير لنا، تشير لينا ليه أهل نينوى سيدين؟ ليه ناس هيدينوا هذا الجيل؟ مين اللي هيدين؟ يعني ده مفروض أنت للدين. إذن هم عملوا حاجة هتدين العالم كله، الحاجة دي أكيد هي دي المفقودة مننا، إن من غير وسيط اتحقق الهدف. ولو كان هو الوسيلة الوحيدة والشرط الوحيد عشان يتقبل أو يقبل الله منهم التوبة بتاعتهم، لو كان الشرط إن لازم يبقى فيه وسيط كان بعت لهم وسيط، كان خلى يونان ياخد خطاياهم أو يرفع خطاياهم أو يرفع ذبيحة أو يقدم قربان، يعمل أي حاجة من الحاجات بتاعت العهد القديم أو أي عهد، كان ينزلهم في مية زي يوحنا عدان. ليه ما استخدمش يونان وسيط؟ نقول له يا رب ليه ما استخدمتوش وسيط؟ هيدينونا إذن اللي عملوهم التوبة وعمل روحك اللي فيهم خلتهم يصوموا البهايم. فعلا ده أكبر برهان إن عملك كافي، مش محتاج وسيط في النص. فكل واحد يسأل ربنا يقول له هل أنا فعلا منفذ الشروط؟ مفيش حد هينفع حد، مفيش حد هينفع حد، مفيش حد هينفع حد. السمائيين والأرضيين مش هينفعوني. فتشوا الكتب، بيقول فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. قال له افتح ذهني، حتى لو معايا يوحنا العدان ممكن أكون مفهمتش منه، مش معنى أهل نينوى، مش معنى أخنوخ ونوح. كل واحد لمطلق الحرية يختار حتى يسأل ينشغل ولا ما ينشغلش. كل واحد لمطلق الحرية يشوف هل هو فعلا كان عايش الهدف قبل كده اللي خلق الله من أجله، ولا مش عايش. هو كان بيرضي مين؟ كان هو بس بيلغي السلبيات ويصلح في الجرة، ولا كان بيبني؟ كل واحد يسأل ربنا يقول أنا كنت ببني زمان، طول حياتي كنت ببني، باجي الجنيسة والقداس، من يأكل جسدي وكلت. هل في الآخر اتبنى؟ بني إسرائيل أباءكم أكلوا المن في البرية، المسيح حذرنا نبهنا، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. قال لنا الكلام ده ليه؟ الموضوع مش بالأكل. الهدف غفران خطية، هل ده بنا؟ ده مش بنا، ده لغي السلبيات. هل أنا كنت فاهم؟ كل واحد يقول له يا رب هل أنا طول حياتي كنت ببني ولا مشغول بتصليح الجرة ولغي السلبيات؟ كل واحد لمطلق الحرية. فكان مفروض كل إنسان صادق يسأل نفسه هل كانت حياتي كلها بناء؟ هل كانت حياتي كلها قيادة من روح الله؟ هل كانت حياتي كلها في الحق؟ وهل كانت حياتي كلها حسب مشيئة الله وبعيش الغرض والهدف اللي خلق من أجله الإنسان؟ فين والدليل؟ ولا كانت حياتي كلها لغي السلبيات علشان بحب نفسي فأنا مش عايز أروح الجحيم؟ لكن بسبب استعبادنا في الجسد واستعباد أغلبية الناس في العالم، وفي ناس من شدة إنهم مستعبدين
استعباد كامل، ما عادش فيه جزء في العقل يفكر في الله نفسه أو في الهدف اللي خلق الله الإنسان من أجله. في خمر وسكر وهموم خلت العقل كله مشغول بل مشلول، ونتيجة الخطية والانشغال في إن إزاي تشيل الخطية راحت تماما وتلاشت فكرة إن في بناء وفي هدف اللي هي تلك الصورة عينها أبقى مسيح تاني. فأهل نينوى المسيح ما تكلمش عن إبراهيم لما اتكلم عن يوم الدينونة أو فكرة الدينونة نفسها، ما تكلمش عن إيليا العظيم أو أمانة التلات فتية ودنيال، ما تكلمش عن تعب يوسف، ما تكلمش عن توبة أخنوخ أو جهاد نوح في بناء الفلك 100 سنة، وده كان بالأولوية يذكر الناس الأبطال بتوع العهد القديم إن هما هيدينوا العالم أو هذا الجيل أو هيدينوا أي فئة من الفئات في وقت من الأوقات. ما جابش سيرة ناس كانت أمنة قوي زي أليشع وناس كتيرة كانت زي أرمية استحملت وتألمت وكانت منتهى القداسة، غريبة جدا. بيقول أهل نينوى سيدين هذا الجيل، ده أكبر برهان أن من شدة إرادتهم أهل نينوى ما احتاجوش وسيط أو كاهن. السؤال ده ما حدش جاوبنا عليه زمان، ما ليه ما بعت لهمش كاهن سواء ياخد خطيتهم أو يقدم ذبيحة أو حتى يعمل أي ترتيب؟ إزاي ما احتاجوش أي ترتيب؟ أخنوخ ونوح وإبراهيم ما كانش فيه كهنوت في وقتهم، ما كانش فيه كهنوت في البداية من البداية. فلو قلنا أن ربنا من حكمته مش عايز يبقى فيه وسيط مع الناس اللي زي دي عشان دول أمثلة معينة، طب أهل نينوى؟ يعني لو قلنا أخنوخ طب فين الكاهن بتاعه والوسيط، أو نوح وإبراهيم في ناس ممكن يجيبوا حجج، دول البدايات دول أي حاجة، طب أهل نينوى؟ ما جابش ليه موسى أو معينش حد زي هارون في الأيام دي؟ وطبعا موضوع موسى وهارون اتكلمنا عنه كتير، ازاي قال له ان هارون يكون نبيك؟ ازاي يعني هو مين الوسيط؟ ان كان في وسيط مين الوسيط، موسى ولا هارون؟ ان كان في واحد زي مفروض يكون الكاهن اللي هي وظيفته يقرب القرابين لله، مين المفروض يكون يقرب القرابين لله ويكون متوسط ووسيط وشفيع بين الشعب والله، موسى ولا هارون؟ طب ليه ما خلاش موسى لابس اللبس ده في وظيفة كاهن؟ ليه؟ ما حدش جاوبني، ليه ما خلاهوش بالوظيفة دي ينقل ويرفع الخطية وينقل لله كل شيء؟ خلى هارون كشكل وخلى موسى كفعل حقيقي في جوهره وفي روحه إنه هو فعلا وسيط. نرجع تاني لأهل نينوى، ده كل ده عشان نبين ان الموضوع مش موضوع حتمي شكل، كل ده مفيد، كل حاجة مفيدة، حتى قطع حتى في جسمه وينزل دم مش هي السبب اللي هيكون علاقة مع الله، لكن مفيدة ما كانش ربنا يسمح بيها. ايوة بس البناء فين هو البناء وشروط البناء نفسه وزي يتم لازم ينشغل بيه. فربنا ما بعتش الأهل نينوى كاهن أو وسيط أو معلم، حتى ما بعت لهمش واحد زي أرمية أو أشعيا أو حسقيال أو دانيال. ليه؟ ما بعت لهمش أليهو ابن برخائيل البوزي يقعد يهاتي معهم. غريبة غريبة، يهاتي كام إصحاح؟ كام من الوقت أليهو يكلم إنسان الكتاب قال عنه كان كاملا في كل جيله؟ كام من الوقت؟ كم ساعة كان يهاتي؟ المهاتاة دي كانت قد إيه؟ مع واحد الكتاب قال عنه كان كاملا في كل جيل، هو طبعا كان كامل في القداسة والنقاء والعفة وحاجات كتيرة، لكن السؤال ليه ما احتاجش أهل نينوى واحد زي أليهو يوقظه؟ ليه ما احتاجش أهل نينوى واحد زي نسان يروح لهم زي ما راح لداود ويقول له هل نسيت أننا أتينا بك من وراء الغنم؟ ليه اللي انت عملته ده؟
ليه ربنا ما بعتش الأهل لنوى واحد زي ما بعت لداود القديس العظيم اللي قتل أسد ودب وجوليات؟ معقول أهل نينوى لا يحتاجوا شخص يفوقهم زي ما فوق داود العظيم؟ داود اللي اشتهى أنبقراس ومش عارف مين ناس تانية اشتهت تشوفه فس في رؤية. بس عشان يتوب ده اللي ربنا عايز بس يفهمونا في وسط كلامه في العهد الجديد. أهل نينوى سيدين وهذا الجيم. عشان يتوب داود العظيم النبي كاتب مزامير لكل طوائف الأرض، لليهود، للمسيحيين، للكاثوليك، للبروتستانت، كل الطوائف وكل الأديان في العهد القديم بتصلب بالفتح ذهن ربنا عليه. الشخص ده علشان يفوق من اللي عمله بعت له واحد قاعد يهاتي معه. طبعا كان متضع في الأصل فتاب وندم وي وي وي. طب ليه ما بعتش الأهل النوى زي ما بعت لأيوب العظيم اللي ليه سفر عظيم في العهد القديم، بعت له أليه ابن برخيل الروزي وقعد يلطش فيه؟ ليه ما بعتش الأهل لنوى؟ بعت موسى وهارون قعد يهاتي معاهم كام سنة؟ 40 سنة بيهاتي معاهم. ليه ما بعتش الأهل لنوى؟ المسيح قعد يهاتي مع اليهود وكانوا هيرجموه مرة واثنين وثلاثة من إنجيل يوحنا 5-8، يعني خلاص، يعني لولا اختفى المسيح كان بقي فتفيت. لكن أهل نينوى ما حدش مفكر ليه الله ما بعت لهمش حد. بقى داود العظيم يبعت له حد عشان يلطش فيه فوقه، أيوب العظيم بعت له حد عشان يلطش فيه فوقه، ناس كتيرة في العهد القديم. حتى بطرس الرسول اللي عاش مع المسيح 3 سنين احتاج ان بولس الرسول في غلاطية 2 يروح يلطش فوقه؟ أنت لا تسلك باستقامة حسب حق الإنجيل. الله، طب وأهل نينوى مين اللي فوقهم؟ مين علمهم؟ مين اللي نقل خطيتهم؟ دول عهد قديم ولا جديد؟ مش في زمن. يعني ايه؟ مفيش حد يجاوبني. مستنيرين وناس وعقلاء وروحيين، حدش يجاوبني ليه؟ في ناس مش محتاجة. ده حتى السامرية احتاجت المسيح يقف معاه شوية، دول محتاجوش. ستنقلب المدينة. يا سلام يا سلام، ستنقلب المدينة، تنقلب حياتهم. طب الصلاة يصلوا لمين؟ طب مين الإله أصلا؟ طب شكله، طب صفته، طب شروطه، طب تعاملاته إيه من زمان؟ مين أول واحد طب عرفه؟ مين؟ ستنقلب المدينة. إيه ده؟ ما ركزوش في تصليح الجرة، ركزوا في إزاي يرضوا الإله ده ويبتدوا يدخلوا، ودخلوا في العمق، صوموا حتى البهايم. ايه ده؟ كأنهم مش من الزمن، لا عهد قديم ولا هم من عهد جديد. ما ظهر لهمش حتى ملش صادق مع خبز وخمر زي ما ظهر لبريق. ما احتاجوش لملش صادق يظهر لهم مع خبز وخمر، ما احتاجوش حد يوبخه يلطشه، ما احتاجوش. زي أخنوخ ما ظهر لهش حد لا في رؤية ولا أي حاجة، ولا حتى في صوت زي نوح جاله الصوت. غريبة. فين يعني فين طقس، ترتيب، شرط، حتى الدم، نقطة دم ما تنزل من بطنهم ولا من إيديهم؟ ما احتاجوش. طب طقس، طب حتى شكل، طب حتى ورقة مكتوبة زي مزامير؟ لأن الطريق هو مش طريقة عبادة، وهي مش غلط. إن أعطى ناموس قادر على أن يحيي لكان بالفعل البربر، بس مش غلط. قبل أن يأتي الإيمان كنا محروسين. طب وأهل نينوى عدوا المرحلة دي. قبل أن يأتي الإيمان كنا محروسين تحت مؤدب، محتاجين حد يجي لهم في المؤدب. هم ما عدوهاش الحتة دي خالص. ده إيه ده؟ احنا ضيعنا حياتنا في تصليح الجرة وانشغال ازاي اي حاجة تتكسر، خطية او احنا انشغلنا بدور الله. دور الله هو دور رفع الخطية، مش دورنا احنا. ايوة لازم نقدم توبة وكل يوم وبنخطي، ولغاية لما نقعد نمشي لغاية لما القديس بولس بيقول انا مش عارف بعمل ايه، حتى الشر اللي ببغضه ايه افعل. ايوة هقعد 20-30-40 لغاية لما اموت موت كامل ويحصل له قيامة هخطي. ايوة ومحتاج غفران خطية طبعا، دي مش محتاجة يعني كلام.
بس مش ده الهدف. المسيح هو ماشي بيقول مغفورة لك خطاياكي، مش معنى كده ان هو ينقض، هو لم يأتي لينقض، مش معنى كده ان الشخص ما يمارسش طقس ولا لا، بيورينا لب الموضوع. كان كل هدف المسيح نتعلم الهدف والطريق للوصول للهدف، طريقة الجهاد. والطريق مش هو غفران الخطية، ويا ما تكلمنا في الحتة دي، غفران الخطية مش طريق، أو إن آدم يظل بلا خطية هو ما حققش هدف، ده دور الله. غفران الخطية دور الله وانشغال الله، طبعا لازم نقدم توبة ونندم ونبكي، لكن الطريق الهدف، الهدف بناء هيكل، إن احنا نتتبع بتتبعنا لخطواته زي ما سلك المسيح وقال كما صنعت أنا تصنعون. نصنع إيه؟ نتوب عن ونطلب بغفران خطية؟ لا. هل دورنا تصليح الجرة لغاية لما نموت ولا نملأها تمتلئ نمتلئ كل ملء الله؟ هل دورنا تصليح الجرة لغاية لما نموت ولا نملأها تمتلئ نمتلئ كل ملء الله؟ هل دورنا تصليح الجرة لغاية لما نموت ولا نملأها تمتلئ نمتلئ كل ملء الله؟ قال أنا أعطيتكم مثال في إيه؟ في بناء ولا طلب توبة؟ قال أنا أعطيتكم مثال في إيه؟ في بناء ولا طلب توبة؟ ده الطريق وده البناء لشخص المسيح نفسه جوانا، وده الهدف اللي خلق الإنسان من أجله. وفيما إحنا ماشيين الطريق عمالين ننمو 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 ونبني بنسقط، ماشي، والصديق يسقط 7 مرات، أيوة، وعدنا ربنا يرفع الخطايا وينقينا ويعيدنا للطريق تاني، لكن مش رفع السلبيات والخطايا وغسلنا هو الطريق. الطريق هو بناء المسيح بشروط أننا مدفون باستمرار زي البذرة وميت باستمرار، وبقاوم نفسي وبقاوم العالم وبجاهد حتى الدم عشان يتبني المسيح، يتبني البناء الروحي، الكيان الروحي يتبني. احنا اختلط الامر معه، اختلط مع رعاه كتير. انت مصدق ان ابونا يدخلك السماء؟ لو مصدق الكلمه اللي يقولها سفر او تلغي كل حق، فين البناء؟ وهو ده اللي يبقى في دماغه، فين البناء؟ فين المسيح اللي يتبني بفنائي؟ انساننا الخارجي يفنى يفنى، الداخل يتجدد يوم بعد يوم. الموت يعمل فينا، ومن أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. إن صرنا متحدين بشبه موت سنصير في قيادة، عالمين إن إنساننا العتيق صلب معه ليبطل جسد الخطيئة. يبطل، الموضوع مش تترفق، لا، يتلاشى كي لا نعود نستعبد، نتحرر. وفيما إحنا ماشيين في طريق التحرر بيتبني المسيح فينا يوم بعد يوم. اللي بيسأل زي أهل نينوى ما احتاجش لأليه ويوبخه ولا يلطشه، ولا احتاج نسان ولا احتاج لموسى ولا هارون، ولا احتاجوا أي حق. أهل نينوى سيدينوا هذا الجيل، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. صلوا لي. الهدف غفران خطية؟ هل ده بنا؟ ده مش بنا، ده لغي السلبيات. هل أنا كنت فاهم؟ كل واحد يقول له يا رب، هل أنا طول حياتي كنت ببني ولا مشغول بتصليح الجرة ولغي السلبيات؟ كل واحد لمطلق الحرية، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. ما ده الامتحان يبين الله إيه يعني بالنسبة له، من ناحية القرار ومن ناحية الشبع. هل أنا إلهك؟ بس لازم تعرف إلهك لازم يكون مصدر حياتك ومصدر شبعك، لأنه كارما. هل أنا الرأس والبطن ولا أنت الرأس والبطن؟ عايز تكون بطنك بطنك ورأسك رأسك، ولا عايزني أكون أنا رأسك فتسلك بالروح فمش هتحتاج لبطن؟ أكتر ناس ممكن حتى بتبقى بتسمع حضرتك برضو داخلة في المستوى ده لم يقدروا، يعني نفسنا بس ده حلم. انت بتتكلم على حلم، احنا ما شفناش، يعني ما شفناش حاجة بعيد عن النص.
فالكهنة يعني الكهنة والمسؤولين والكنائس والقادة والرعاة فعلا دوخونا في الجبل، دوخونا، خلونا لا نستطيع أن نفكر خارج اللي رسموه لينا. جزء في مصر عايزني أظل مع فرعون، وجزء زي هارون عشان يرضي فئة يعمل عجل. يعني ده الصورة اللي أنا شايفها، جزء مندمج جوا فرعون الكلمة اللي أقولها سيف على الأب، وبتقول كم مرة لأ، لو قلت كم مرة لأ هتهلك. ده جزء فرعون بيتكلم. الجزء الثاني، طب هعمل لكم عجل. الإنجيل كله، الإنجيل كله في نقطة واحدة، إزاي تتشال السلبيات والخطيئة عن طريق أبونا. ضاع البناء، ضاع كل شيء. فجهاد المسيح كإنسان ما كانش من أجل غفران خطية. النموذج اللي وراه لنا المسيح ما كانش بيسعى يروح للهيكل يقدم ذبيحة عشان كل يوم تتغفر خطية، لا، كان نموذج لبناء، كان نموذج في النمو، كان بينمو في القامة والحكمة، كان بينمو مش انشغال كامل في ازاي يتحرر من الخطية والإناء الخزفي لما يتكسر ما كفش سيرة. عاش مسيحيين كتير وماتوا في أرض مصر، أرض العبودية، أرض فرعون، وتعاملت كنائس في أرض مصر في أرض العبودية. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إيليا الجبار وإليشع ودانيال وأهل نينوى احتاجوا الكاهن وسيط أو نبي معلم. لا أخنوخ ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا إيليا ولا إليشع ولا دانيال ولا التلت فتية ولا حتى الناس اللي كانوا في خطية، أهل نينوى احتاجوا وسيط حتى يعلمهم أو نبي أو ذبيحة. احنا ما دخلناش من الباب، مسيحيين كتير عاشت ما دخلتش من الباب، سقطت في الامتحان بتاع آدم. مسيحيين عاشوا وماتوا ما عبرتش حتى امتحان آدم، فيمشي طريق ايه؟ طريق ايه؟ وسيط، انت محتاج وسيط ايه وانت اصلا ما دخلتش من الباب؟ محتاج وسيط يساعدك في غفران الخطية؟ يعني انت ما دخلتش انت اصلا الله مش بتعبده، لان مفيش انسان يعبد سيدين، انت بتعبد مراتك وانت بتعبدي جوزك واكلك وبطنك والناس والمجتمع وي عبوديات، ما دخلناش من الباب. كل المنة هيعمل لنا ايه؟ ان كان الناس مش عارفه هي دخلت من الباب من البدايه ولا ما دخلتش، هعرف ازاي بقى انا بنيت ولا لا، ولا وصلت لفين، ولا فاضل قد ايه؟ ولو كنت ببني يا رب، ايه اللي اتبنى وفاضل قد ايه من البناء؟ هل دورنا تصليح الجره لغايه لما نموت، ولا نملأها تمتلئ، نمتلئ كل ملء الله؟ هل أنا أعطيتكم مثال في إيه؟ في بناء ولا طلب توبة؟ إمتى هندخل عهد جديد؟ إمتى؟ إمتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وإمتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ إمتى هنقوم؟ وإمتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ إمتى؟ إمتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟